في إطار مبادرة كلنا واحد برعاية رئيس الجمهورية، قامت وزارة الداخلية بتوزيع الحقائب المدرسية على الأسر بالمناطق الأولى بالرعاية بمختلف مديريات الأمن بمناسبة العام الدراسي الجديد. في كل شبر في مصر تلقى واحد من فرحانة إن الهدية من الريس، وفرحانة إن هو فاكرنا في كل حاجة. يا بلادي يا بلادي تعيشي يا بلادي. كنت محتاجة جدا عشان مثلا أكتب واجبي وأبص في الكتاب زي زمايلي. تحيا مصر، تحيا مصر، تحيا مصر. تواصل وزارة الداخلية فعاليات مبادرة كلنا واحد برعاية رئيس الجمهورية بالتنسيق مع مديريات الأمن لدعم قاطين المناطق الأولى بالرعاية بكافة المحافظات من خلال توزيع حقائب مدرسية بمشتملاتها على قاطين تلك المناطق بمناسبة العام الدراسي الجديد، انطلاقا من الدور الإنساني والاجتماعي لوزارة الداخلية في تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين. يا ريس عشان انت كل سنه بتفتكرنا، بتجيب لنا شنط الفيوم. فتحت الشنطه لقيت فيها ادوات المدرسه كلها، وشكرا ليك يا ريس، شكرا ليك. كلنا بنحب الريس، وتحيا مصر، تحيا مصر. بنشكر السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي ان هو جه وفرحنا هنا في الشرقيه، وجاب لنا شنط للاولاد وفرح الاولاد. انا فرحانه ان الظباط جم ليا ووزع علينا شنط المدرسه. ربنا يخلي الريس وفاكرنا وفاكر الغلابه، وتحيا مصر. شكرا سياده الريس، تحيا مصر، تحيا مصر. في كل شبر في مصر تلقى واحد مننا يسهر عشاننا. شكرا يا سياده الريس، تحيا مصر، تحيا مصر. يا ريس وربنا يخليك لينا ودايما بتوحدنا ومبادرة مش ناسينا يا ريس. في كل خطوة قصاده تبقى مصر الاختيار، وفي عز برد الليل بيحرس لطلوع النار. إشادة كبيرة من الأهالي بهذه القوافل الإنسانية التي تدعمهم بها وزارة الداخلية، وتقدير لدور الوزارة في الاستمرار في دعمهم ومساندتهم على مدار العام، بخاصة في المناسبات التي تزداد فيها الأعباء على الأسر المصرية. يا بلادي يا بلادي تعيشي يا بلادي، يا بلادي يا بلادي تعيشي يا بلادي، نفديك يا بلادي. متشكر فكرة اسمها فكرة يا فكرة يا لابيع ومهتم ديما. متشكرين يا ريس على الهدية اللي جبتها لنا، وفاكرنا وفاكر العيال الصغيرة، واحنا متشكرين قوي على الجو اللي عملته لنا. ومهما زاد الحمل كان قد التحدي، بطولة دايما وانتصار. يا بلادي يا بلادي. انا بحب الريس جدا لانه بيفتكرنا كل سنة، وبيجيب لنا في الغربية شنط جميلة للمدرسة، وبنروح بيها المدرسة ويكون فيها موجود كل الأدوات المدرسية، وأنا بحب الريس جدا جدا جدا. يا بلادي.
شكرا يا ريس، ما نتحرمش منك ان انت جبت لنا شنط لعيالنا وفاكرنا وقدرتونا وجيتوا لحد عندنا. يتواصل الدور الإنساني والاجتماعي لوزارة الداخلية في دعمها للمواطنين بكافة المحافظات، حيث تحرص الاستراتيجية الأمنية على إعلاء القيم الإنسانية والاجتماعية وبناء جسور من التواصل والتفاعل مع المجتمع. الرئيس دايماً فكرنا مش ناسينا ودايماً معانا وعلى طول بيجيب لنا حاجات حلوة.